اتفضل يا خالد. اتفضل يا فندم. قول لي صحيح، ايه اخبار ادم؟ والله يا فندم مبسوط منه جدا، بيفاجئني. اكتشفت انه كويس جدا في الفرسيه، دار بيبقى راكب دار زي جده. بس انا مش عايزك تتبسط قوي، لان الولاد بيتغيروا بسرعه. يعني عادي جدا هتلاقيه السنه الجايه يقول لك انا مش عايز اركب خيل، انا عايز العب كوره. والله يا فندم انا هعمل له هو عايزه طالما هيبعد عن المشاكل. ربنا يقدرك يا خالد. ربنا يخليك يا فندم. ها خلينا بقى في شغلنا. اخبار ابو دعاء ايه؟ مراقبتنا للنشاط اللاسلكي للتنظيم طول الشهور اللي فاتت دي بتاكد شكوك يا فندم انه موجود في جنوب العريش. بس انا عايز الشكوك دي تتحول الى معلومات مؤكده. قريب جدا يا فندم، قريب. تقديرات الموقف لعمليه حق الشهيد بمراحلها الثلاثه بتاكد ان التنظيم انكمش بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت، وان قواتنا قدرت تفرض سيطرتها على شمال ووسط سيناء. وده واضح يا فندم على ارض الواقع. حتى العمليات اللي بيقوموا بيها دلوقتي عمليات زرع بوات او استهداف افراد من الجيش والشرطه. التنظيم فعليا في اقل من سنه ما بقاش قادر ينفذ عمليات كبيره. ده معناه انهم عندهم عجز في مصادر التمويل والسلاح. ما هو ده لان احنا قدرنا نفقد التنظيم البريق اللي قدر يعمله لنفسه في السنتين اللي فاتوا. وده اللي خلاهم يلجأوا للعمليات الفردية والذئاب المنفردة في أكتر من بلد حوالينا. وأكيد طبعاً الأسلوب ده هيتنقل لأفراد التنظيم داخل سيناء. وده اللي بيخلي وصولنا لأبو دعاء هو هدفنا الرئيسي. عايزين نحافظ على حالة الضعف والانكماش اللي فيها التنظيم دي. بالتأكيد طبعاً هيبقى في قيادة بعد أبو دعاء، بس لا يمكن هتكون في كفاءته أو اتصالاته. أنا عارف يا خالد إن أنت مركز قوي في الملف ده، وعارف إن كل أفراد المجموعة معاك بيشتغلوا بكل طاقتهم، بس برضو عايزين نضاعف مجهودنا. كلها أيام يا فندم ونحدد مكانه، ده وعد مني. أهل البيت جالوا مضيوف. عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. خير؟ هو أنت هتفضل مقعد أمنة جنبك كده العمر كله ولا إيه؟ ما تخلص القصة دي بقى نور. إيه أنت مالك قلبت أمي كده ليه؟ وبعدين اطمن، هي تمام مش متضايقة. لا أنا مطمن. عايز أطمن على نفسي بقى، عايز أطمن على مستقبلي. طمن على إيه؟ عايز تخلص مني يعني؟ أخلص منك إيه ده، أنت حبيبي. بس انا يعني كنت مديك تصريح كده قوي زمان لو فاكر، قلت لك لو شفتك في الكوشه هتجوز بعدها باسبوع. يعني ايه؟ يعني في موضوع انت مخبي عليا؟ مش موضوع يعني. امال ايه؟ اخلص. مهندسه اتمرن تجديف هنا معايا في النيل، هاويه يعني مش بروفيشنال. بنت بنت حلال قوي. طب يا ابني انا بشوفك كل اسبوع، ما قلتليش ليه؟ انا ما رضيتش اتكلم معاك اصلا واقول لك يعني، ولا اتكلم معاها لان انا كنت خايف الموضوع يعني بقى طرف واحد. انت فاهم؟ اسلام انت راجل بطل، اي واحده في الدنيا تتمناك، شرف ليها اصلا. انا عارف، انا مش بتكلم عليها، انا بتكلم عليها هي هاويه. انا فوق، انا في التوب ليفل، انا جامد. فبص لي ده راجل بطل عالم. فاهم حاجات؟ تواضع، بطل عالم في التواضع. خلاص يا عم اسمها مواد بحبها. مبروك يا اسلام. الله يبارك لي فيك. يعني احنا كده نبتدي نخرج خروجات الكابلز اللي دمها تقيل دي. كلمني تقول لي بقى عدي هات لي الدكتوره والنبي عشان مش عارف ايه قبل ما نتغدى. لسه ما نزلتش. اقول لك على حاجه، هتشغلني عندك انا عارف وهتيجي على الثانيه.